السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا أصدقائي؟ أخبركم؟ طبعاً يا أصدقائي، هذا أحد التعليقات. واحد من المتابعين الأصدقاء فينا نقول طلب مني شرح لكيف يصير هداف، يعني شخص بيضيع أهداف في المباراة، هو حاب يكون هداف الفريق، حاب يكون رئيس حربي، مهاجم صريح. ففي تمارين هي يا أصدقائي، هاي التمارين لو التزمت فيها أسبوع راح تلاقي فرق كبير بأدائك بالمباريات. هاي التمارين يا أصدقائي تمرنها وراح تدعي إن شاء الله، وراح ترجع لعندي على هالفيديو وتكتب لي شكرا بصافي بعد ما تشوف تطور أدائك في المباريات. طبعا يا أصدقائي شوية تمارين لازم تتمرنها، ويلا بينا نفوت على التمرين الأول. بس قبل ما نبلش يا أصدقائي لا تنسوا لايك واشتراك وفعل الجرس بدنا نوصل 10,000 متابع بأقرب وقت، وشكرا لكم جميعا. طبعا يا أصدقائي أول شيء بتحط القموعة اللي حكينا عنها وحدة هون، تمام؟ يعني خلي مجال الكرة، بس حاول دائما تجيب الكرات بهذا المكان، الأماكن هاي الفاضية، عشان تصير بالمباراة تحط الكرة حط بالزوايا الصعبة للحراس، تمام يا أصدقاء؟ كانت عالية أو واطية، المهم خليها بهذا الاتجاه. حاول بالبداية راح تكون صعبة، راح تجي هون وهون، راح تجي عليها وهاي، بس قبل النهاية بس تدربت أسبوع راح تلاقي ضرباتك كلها صارت على الزوايا هون وهون، تمام يا أصدقاء؟ وركزوا معي الطريقة التسديد كيف أنا راح أسدد الكرة. وفي عنا هون قموعة مثل ما حكينا، هذا القمع شوفوا بس إشكالين هون، قمع هون راح تفتي الفتلة ويعطيك إياها صاحبك مهنيك، وانت لازم تحطه على أحد الزاويتين، تمام؟ وقمع تاني كمان هون، تمام يا أصدقاء؟ وقمع تالت هنيك كمان، هنيك تضرب قدمك اليسار هون وقدمك اليمين هون اللي بترتاح فيها أكثر، حاول تحط الكرة حط. أهم شيء أصدقائي تنسوا القوي بالتسديد، أهم شيء تهتموا بالحط، حط الكرة على الزوايا هدول التنتين، وبعدين إن شاء الله بس طورت لحالكم بتتطور تسديدكم، بتتطور القوي، وبتصير بتختلف معكم لحالكم، بتحس أنه لازم تضرب الكرة بقوي، تمام؟ يلا بينا نشاهد الفيديو، مشاهدة ممتعة. لا تضيعوا تعبنا يا أصدقائي، لا تضيعوا تعبنا، وحطوا لنا لايك واشتراك وفعل الجرس، خلينا نوصل 10,000 متابع بأقرب وقت، وشكرا لكم جميعا. Thank you.
طبعا هيك بنكون خلصنا الفيديو. يعطيكم العافية على المشاهدين. اي شيء بدكم اياه يا اصدقاء، تمارين، انت بلاعب باي مركز، اطلب مني اخوك بصافي هون، راح ساعدكم كثير ان شاء الله. اكتبوا لي بالكومنتات اي شيء بدكم اياه. بدي منكم طلب صغير بس يا اصدقائي، لاني محظور باليوتيوب، محظور من الدعم والتفاعل. كل واحد منكم يكتب 5 تعليقات لا اعرف الانجليزي، جود او نايس او اي شيء، 5 تعليقات. شكرا لكم جميعا، شكرا، وراح اشوف كل الكومنتات، ومع السلامه. سلام، انتظرونا بفيديو جديد وشرح جديد غدا ان شاء الله. سلام.